كيف تقرأ لقاء البابا فرانسيس بالمرجعية الدينية سيد علي السيستاني، وما هي أبعاد هذا اللقاء؟ بالتأكيد هذا لقاء تاريخي، لقاء جمع شخصيتين إلى أولا ميزات شخصية هي بشخصيتها، وبعدين طبعا تمثل ما تمثله على مستوى العالم. هذه نقطة انطلاقة أقول للحوار بين مختلف البشر، خصوصا خلينا نقول للحوار بين العراقيين. الأبواب ما عادت مغلقة قدام أي واحد، لا أبواب المسيحيين مغلقة قدام الإسلام، ولا أبواب الإسلام مغلقة قدام العراقيين. فنقدر نقول بهذا اللقاء انفتح باب من أجل حوار إنساني يبنى قبل كل شيء على الإنسان وكرامة الإنسان. وأرجع وأذكر بأنه سواء البابا فرانسيس أو المرجعية في النجف، كل همة وكل غمة أنه تشدد على كرامة الإنسان. الإنسان هو الهدف، الإنسان هو الهدف وسيبقى هو الهدف.